إذن مشاهدينا نتابع وإياكم عودة إلى هذه الصور إلى تل أبيب في إسرائيل. متظاهرون يقطعون الطرقات مناهضون لحكومة نتنياهو يقطعون الطرقات ورافعين الأعلام الإسرائيلية. يبدو هناك أيضا عمليات ربما عمليات شغب في الشارع الإسرائيلي تحديدا في تل أبيب. نتابع هذه الصور للمواطنين يلقون بهتافات ويقطعون الطرقات في الشوارع الإسرائيلية في العاصمة تل أبيب تنديدا بقرارات حكومة نتنياهو. Go.